نشرة الأخبار متواصلة معكم من قناة طيبة بأسوار وفيها. افتتح محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي التاسع الذي تنظمه جمعية سيدات الأعمال والذي يأتي هذا العام وعنوانه الإبحار للمستقبل وإتقان الأعمال بحضور يمنى الشريدي رئيسة المؤتمر ورئيسة الجمعية. وشارك في الجلسة الافتتاحية الدكتور إبراهيم رمضان مدير هيئة تنمية الصعيد بالأقصر والسيدة نورة عثمان مديرة إدارة الاستثمار بمحافظة الأقصر. من الأقصر تفاصيل عوفة مع الزميلة إيمان حسن. المؤتمر السنوي التاسع لجمعية سيدات أعمال مصر 21 تحت عنوان الإبحار للمستقبل وإتقان الأعمال بمشاركة سيدات الأعمال من حوالي 15 دولة وذلك بمكتبة مصر العامة بالأقصر. تناولت الجلسة الافتتاحية عرض تقديمي للدكتور إبراهيم رمضان مدير هيئة تنمية الصعيد بالأقصر والمهندسة نورة عثمان مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة. قدم عرضا لبعض المشروعات التنموية وفرص الاستثمار بمحافظة الأقصر. يستمر المؤتمر لمدة 3 أيام ويتناول العديد من الجلسات الخاصة بريادة الأعمال والاستثمار والاستدامة. المؤتمر ده بيجي مبادرة من القطاع الخاص للتعاون على جذب فرص استثمارية وفرص سياحية لكل محافظات مصر. السنة دي تاني مرة يعني دي لسه مؤتمر وتاني مرة نيجي الأقصر، والأقصر الحقيقة بيحصل فيه تطور من مرة لمرة، فما بتبقاش مناقشات اقتصادية وتجارية وفرص ان نعمل بيزنس ونحاول نجذب ناس انها تقدر تعمل شغل هنا وتقدر تعمل نزود السياحة هنا، وكل واحدة فيهم قالت هرجع تاني بعيلتها. فدي مجموعة من أكثر من 25 دولة سيدات أعمال مختلف أنحاء العالم، ويهمنا طبعا ان احنا نبرز بلدنا بأحسن صورة ممكنة، والمرأة لها دور مهم قوي في الموضوع ده. محافظة الأقصر محافظة بكر، طبعا أنا قلت الكلام ده في الاستثمار، وإحنا مستعدين لاستقبال أي مستثمر وإحنا بنساعده بكل الطرق، طبعا بتكليف من معالي السيد المحافظ مهتم جدا بالاستثمار، من أهم الإدارات والقطاعات اللي هو بيهتم بها الاستثمار في المحافظة. هو الاستثمار يعني تنمية اقتصادية، يعني دعم وحل لكل المشاكل القائمة. طبعا مش هقدر أنسى وحدة تكافؤ الفرص ودورها في دعم المرأة، تدريبات الحرفية اللي هي بتمثل الهوية البصرية لمحافظة الأقصر. احنا بندرب في وحدة تكافؤ الفرص على جميع المشغولات اليدوية الحرفية اللي بتميز المحافظة، زي الألباستر، السجاد اللي على النول اليدوي، الحلي، الخيامية. وانا ذكرت ان في عندنا المدرب اللي هو على مستوى الجمهورية درب أغلب المحافظات، مقره في محافظة الأقصر بيدرب لنا عدد من السيدات، وفي شباب حاليا بيتدربوا معانا، وعندنا مركز حرفي، مركز تدريب حرفي بالتعاون مع القطاعات الأخرى. في عندنا المجلس القومي للمرأة بنتعاون معاه، في عندنا اللي هم المدربات اللي في الجمعيات التابعة للمحافظة. احنا بننسق مع التضامن، بننسق مع جهاز تنمية المشروعات، مع المشروع القومي مشروعك، بنساعد في التسويق للسيدات. بلدنا الجميلة العريقة بتستقبل سيدات كلهم ليهم مجالات مختلفة في الأعمال المختلفة والبيزنس، بأفكار مختلفة، بدراسات مختلفة، سواء معنيين بالبيئة أو بالزراعة أو بالإنتاج أو بالتصنيع. ودايما مبدأ الجمعية السيدات شركاء النجاح في المجتمع. دايما الجمعية دورها قيادي وريادي في ان هي بتساعد كل واحدة عندها بيزنس ان هي ازاي تبدأ الخطوات الاولى بتاعتها، دراسات الجدوى، تتمكن فيها فيما بعد الى ان تقف على رجلها لو في اي مشاكل ضريبية، لو في اي مشاكل بنكية. حقيقي وانا واحدة من الناس اللي استفدت من الجمعية في ده بجد يعني. فدايما الجمعية دورها ريادي ورائع ومتميز ودولي، مش بس واقف في مصر لكن ليها دور دولي عالي قوي يعني. أنا دائما أقول بأن لا أحد يعني يبخل بكل ما عنده من طاقة لتقديم العون والمساعدة ولو بالخبرة. الكلمة الطيبة صدقة، فما بالك في شيء يحافظ على كيان كبير، وليس بس في الأقصر، في أي مكان ثاني. إحنا يعني يجب أن نعاضد بعضنا البعض في كل الأمور ونتشارك في كل المجالات والمهمة التي تفيد الآخر، وكلنا في مجاله وليس في مجال الهندسة فقط.
احنا أمة عربية كبيرة، إذا كل أخ وفي كل اختصاص قدم إلى أخيه الثاني ولو جزء بسيط، تخيلي كمية المعلومات والجهد الذي سيكون منصب في سلة واحدة. من مكتبة مصر العامة بالأقصر، إيمان حسن.